الأسواق العالمية مع ضيفي من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد معي في مؤشرات الشرق. بداية من هذا التقرير الذي استعرضناه قبل قليل عن الصين، هل برأيك لا يزال هناك فرص للأسهم الصينية في هذه المرحلة رغم الضغوط الكبيرة التي تشنها الحكومة الصينية على الكثير من القطاعات؟ يعني في نقطة مهمة جدا اللي هي بالنسبة للمستثمرين لا يوجد خيارات أفضل إذا ما كان هناك يعني حديث عن الوضع الراهن لشروط الاقتصاد في الفترة الحالية، لا يوجد بدائل بالنسبة للمستثمرين، بالتالي هم على الريسك أون مود على الرغم من الإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها من الحكومة الصينية، ولكن سوف يكون هناك الانتقائية بشكل أكبر وذلك سوف يزيد نفورهم من القطاعات، من قطاع التعليم على سبيل المثال وقطاع أيضا التكنولوجيا سوف يكون تحت الضغط بشكل أكبر، لأنه راح تكون اختيارات المستثمرين متغيرة بناء على الصرامة التي يتم اتباعها مع هذه القطاعات من قبل الحكومة الصينية، بالتالي هذا يعيد تشكيلة الاقتصاد الصيني نوعا ما. ولكن تحذو حذو باقي الأسواق العالمية مثل ما ذكرنا نتيجة وجود الأموال الرخيصة، نتيجة عدم وجود بدائل أفضل بالنسبة للمستثمرين في الوقت الحالي، وأيضا وجود هذه الاتجاهات القوية الحادة بالاتجاه الصاعد على معظم الأسهم يعني حول العالم، يوجد هناك الرغبة بالمخاطرة بشكل أكبر من أن يكون في عندي يعني تخلي أو عزوف عن المخاطرة أو البحث عن بدائل للأصول ذات العوائد المرتفعة. طيب رائد، لنعود إلى الأسواق الأمريكية، مورغان ستانلي يرى أنه هناك فرص متاحة للأسهم التي تضررت فعليا في فترة الجائحة والوباء، وتحدث تحديدا عن الأسهم الدورية وأسهم الطاقة وطبعا الأسهم التي تستفيد من إعادة فتح الاقتصادات. والآن بعد طبعا الأخبار التي أتت من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يوم أمس بإعطاء السماح الكامل لاستخدام فايزر بايونتك، الآن إلى أي مدى تتفق مع هذه التوقعات من مورغان ستانلي، وهل سنشهد قمما جديدة على المؤشرات في المرحلة القادمة؟ يعني بلا شك نحن عم نشوف أنه أقبال أكثر على الأسهم الدورية اللي هي بتمشي مع دورة الاقتصاد إن صح التعبير، وهي التي يعني تقلص الإنتاج عندما يكون هناك الأوضاع غير جيدة وتتوسع في الإنتاج عندما تكون الأوضاع أفضل، ورأينا هذا الأمر يحدث فعليا فيما يتعلق بقطاعات السياحة، بقطاعات السفر، بقطاعات عديدة مرتبطة بالتعافي الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي. بلا شك سوف يكون هناك استقطاب للمستثمرين نحو هذه القطاعات، وبالتالي استعادة الثقة تدريجيا. نقطة مهمة أيضا واللي هي اقتراب السوق العمل الأمريكي يعني شيئا فشيئا من مرحلة التشغيل الكامل، إضافة إلى يعني وجود الحاجة إلى تجريد سياسة نقدية كما على لسان الفيدرالي، كل هذه العوامل تلعب دورا هاما في أنه يكون في عندي تعزيز الثقة بالاقتصاد، أنه الاقتصاد بدأ يتعافى فعليا. فايزر وعودته يعني انه خلينا نقول السماح الكامل وليس للحالات الطارئة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية قرار مهم جدا سوف يزيد من مستويات التطعيم، هذه تسمح بأن تعود القطاعات التقليدية للارتفاع مرة أخرى وأن يكون هناك تعافي نوعا ما حقيقي مستدام وليس مستمد من البرامج التحفيزية، وهذا يتيح إمكانية سحب البرامج التحفيزية تدريجيا. ولكن الاستعجال، ونحن عم ننتظر جاكسون هول خلال هذا الأسبوع، الاستعجال بأنه يكون في حديث عن سحب قوي أو شديد للبرنامج التيسير النقدي ممكن أن يكون له مضار كبير نوعا ما على الاقتصاد. على كل رائد، يبدو أن هناك نوع من أو لهجة تقول بأنه سيكون هناك بعض التريث قبل تشديد السياسة النقدية حتى انتظار البيانات التي ستأتي في سبتمبر، بيانات الوظائف لأغسطس، والتي ستكون نوعا ما أفضل مما سيكون في باقي العام لأنه سيتم تقليص البرامج الداعمة للشركات التي توظف، وبالتالي الأرقام لن تكون فعلا داعمة لسياسة التقليص. هل تتفق مع ما يعني يقوله المحللون في هذا الشأن؟
يعني حقيقة برنامج التيسير وجوده كان ضروري، ولأنه كان في عنا عملية سحب سريع. إذا تذكرنا الأيام السابقة عندما قامت جانيت يلن بعملية السحب السريع للسندات أو التقليص السريع للسندات، كان أثره سلبي على الأسواق وأثره سلبي على الشركات على وجه التحديد. نضيف نقطة مهمة جدا، أنه برامج الإنفاق الحكومي التي يتم يعني إقرارها يعني بجزء كبير منها سوف يكون تمويلها من ضرائب إضافية على الشركات، فبالتالي لازم يكون في عندي توافق ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية في هذه المرحلة. لا يمكن أن يكون عبء إضافي على الأسواق بانخفاض قيمتها السوقية، وفي نفس الوقت أن يكون في عندنا رفع في مستويات الضرائب لتمويل برامج التنمية. فهذا موضوع مهم في الفترة القادمة ليتم تقريره. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التحليلات.